النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قالت بأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. الله أكبر، جعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلدي صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. الحديث هذا تحته مجموعة مسائل. الطاعون هو وباء في واقع الأمر كان معروفا في الأزمنة السابقة، وقيل بأن الطاعون هو مرض معين معروف عند الناس قديما، وإذا وقع الطاعون في بلد فقل من ينجو، ولذلك البلاد التي تجتاحها الطواعين أو الطاعون اجتاحها الطاعون لا يبقى فيها عين تطرف، وإنما يجعل الناس أثر بعد عين، صلى الله العافية. وهذا الطاعون سلطه الله تعالى على الأمم السابقة، حيث إن الله تعالى أنزل رجسه وبأسه وعذابه على قوم كفروا بالله عز وجل وعاندوا رسله وناكفوهم، فأرسل عليهم الطاعون فيهلكهم، كما أن الله تعالى أهلكهم بأنواع العقوبات وأنزل فيهم المثلات. الأمر الآخر فضل الله عز وجل وكرم، حيث إنه جعل هذا الطاعون الذي كان عذابا على الأمم السابقة رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل الله عز وجل، ولذلك من يموت في الطاعون فهو شهيد، من يموت في الطاعون فهو شهيد. من أهل العلم من ذهب إلى أن الطاعون هو جنس مرض مهلك في العادة، يعني ليس هو مرض معين، لا، هو جنس مرض، وهذا المرض هو يعني يأتي فيهلك أغلب أهل البلد، سواء يسمى طاعون، يسمى مثلا كوليرا، يسمى مثلا شيء من الأمراض مثل الوباء الذي نحن فيه الآن. يعني من أهل العلم الآن من يقول بأن وباء كورونا الآن، هذا الكوفيد اللي هو الموجود الآن، يقول بأن هذا أيضا وباء عام، ولذلك فيه هلكة وقتلة كثر في كثير من البلدان. وهذا الذي يظهر بأن الطاعون ليس اسم مرض معين بذاته، وإنما هو اسم جنس مرض صفته إهلاك أكبر عدد ممكن يمر عليه هذا الوباء وهذا الطاعون. الأمر الآخر أن الطاعون شهادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر من جملة ما ذكر عليه الصلاة والسلام، وإن كان في حديث آخر، أن الطاعون شهادة، من يموت بالطاعون شهادة، ولذلك كان جمع من الصحابة ماتوا في طاعون عمواس، ومن أشهرهم معاذ بن جبل، ومن أشهرهم أيضا أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجمع من الصحابة الكرام ماتوا في طاعون عمواس رضي الله عنهم وارضاهم. وقد كان معاذ بن جبل لما ظهر الطاعون أول ما ظهر في كف يده فرح بها، لماذا؟ لأن يريد الشهادة، أن يموت شهيدا في سبيل الله. الأمر الآخر، هذا الحديث يشير إلى أن من مات في الطاعون محتسبا وأيضا ماكثا في مكانه هو الذي ينال الأجر، أما من فر من البلد الذي وقع فيه الطاعون فالذي يظهر من سياق الحديث أنه لا ينال أجر الشهادة،